اليوم فعاليتنا اكتوبر العمران وتحديدا ردهة العمران بمحافظة شمال الشرقية من جمعية المرأة العمانية بولاية المضيبي. ننقل لكم هذا الحدث القائم حاليا لنتعرف على هذه الفعالية. اليوم وزارة الإسكان أطلقت شعار إشراك الشباب لخلق مستقبل حضري أفضل، وهو اللي نشاهده في هذه القاعة. تقريبا أغلب الحضور مشاهدينا هم كلهم من طلبة الجامعات والكليات. نتعرف على تفاصيل هذه الفعالية مع ضيفنا الأستاذ يوسف بن خميس الخروصي، وهو مدير دائرة الإسكان والتخطيط العمراني بولاية المضيبي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور. كيف الحال استاذ؟ حياك. مباشرة كذا نتكلم مع المشاهد الكريم عن هذه الفعالية. الفعالية هذه فعالية اكتوبر العمران تعتبر من الفعاليات اللي تقيمها الوزارة للسنة الرابعة على التوالي، والهدف منها إشراك الشباب في المبادرات في الفعاليات هذه، بالإضافة إلى أن الفعاليات اللي تقيمها المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بشمال الشرقية تعتبر من الفعاليات المصاحبة لمؤتمر أكتوبر العمران، واللي كان مثل ما أسلفت شعارها إشراك الشباب لخلق مستقبل حضري أفضل. نتحدث عن تفاصيل هذه الفعالية اليوم في جمعية المرأة العمانية، ونشوف أيضا هناك حلقة نقاشية قائمة في هذه الأثناء. فعلا اليوم الحقيقة احنا في ولاية المضيبي متمثلين بدائرة الإسكان والتخطيط العمراني بالمضيبي، راح نقيم الفعالية على مدى يومين. اليوم الأول اللي هو هذا اليوم اللي راح يكون واللي كان فيه عرض لشركة الدهام للمطور العقاري لمشروع حي السمو، بالإضافة إلى عرض ورقة بحثية لأحد الدكاترة المختصين بجامعة الشرقية حول المناخ وتأثيره على تخطيط المدن، كما سيتم الاطلاع على المعارض أو الفعاليات المصاحبة في القاعة. أنا لاحظت أن المعرض ما شاء الله ثري بمجموعة من الفعاليات أستاذ يوسف، وعندنا أيضا مجسم حاضر، وعندنا أيضا تقنيات جديدة. نتكلم بشكل كذا سريع عن أبرز الفعاليات اللي موجودة في هذا المعرض. أبرز الفعاليات اللي هي بتكون فعالية ردهة العمران ومخططي المستقبل والعمران المجسد بالفن. هذه الفعاليات راح تكون عن طريق الألعاب تفاعلية أو أنشطة تفاعلية يشتركوا فيها الطلاب، وكذلك ممكن إشراك الموظفين إن شاء الله، بالإضافة إلى عرض مجسم سمو والاطلاع عليه، مجسم حي السمو. كذلك الأخوة الحقيقة في المطور العقاري جابوا لنا شاشة اللي هي الفي آر، تقنية الفي آر، والممكن الكل يطلع عليها. شكرا جزيلا لك أستاذ يوسف، ونتعرف كما ذكرت على مشروع حي السمو من خلال المطور. شكرا وجزاكم الله خير أحسن. إذا مشاهدينا لازلنا مستمرين معكم، راح نتعرف على تفاصيل حي السمو مع الأستاذ منذر بن عبد الله الحمادي، وهو الرئيس التنفيذي لشركة الدهام العقارية، اللي راح يكلمنا عن مشروع حي السمو، أيضا هذا المشروع الحيوي لمحافظة شمال الشرقية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ منذر، مباشرة كذا مع المشاهد الكريم نتحدث عن مشروع حي السمو وأيضا تطويركم العقاري لهذا المشروع. حقيقة يعني جاءت فكرة حي السمو من ضمن الأفكار اللي اختزلت رؤية عمان 2040، وذلك لتطوير الأحياء السكنية الحديثة في المحافظات. وجاءت حقيقة فكرة المشروع بالشراكة مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لعرض أحدث المخططات الحديثة، وذلك وإضافة أيضا المميزات هذه المخططات لكي تلامس احتياج الحضري، وأيضا كذلك تلامس رؤية الأحياء الحديثة في المشاريع. بما أنك ذكرت يعني المخطط وتصميمه، ممكن تكلمنا عن تصميم المخطط، من وش يتكون، وإيش الأشياء اللي تميز هذا المخطط عن المخططات الأخرى؟ حقيقة مخطط حي السمو يعتبر من المخططات اللي أخذت بعين الاعتبار الاحتياج المجتمعي للمنطقة، وأيضا أخذت بعين الاعتبار احتياج المنطقة وكذلك الخدمات الأساسية. طبعا مساحة المشروع تقع على مجمل مساحة 275 ألف متر مربع، ويتكون المشروع من 183 وحدة سكنية. والمشروع حقيقة يتكون من إضافات مميزة بحيث وجود المساحات الخضراء على مساحة أكثر من 28 ألف متر مربع، ووجود ممشى صحي متخصص لخدمة الحي وسكان الحي على مساحة تتجاوز 10 آلاف متر مربع،
وكذلك وجود أماكن استراحة وترفيه لسكان الحي، مما يعطي تمييز لهذا المخطط، وأيضا وجود الخدمات في قلب الحي، كون أنه الخدمات هذه تم أخذ العين باعتبارها بأنها احتياج مجتمعي، مثل المسجد، المجلس، ومدرسة القرآن. كسؤال أخير نختم فيه هذا اللقاء، كيف شفتوا الإقبال على هذا المشروع، وأيضا بعد ما دشنتوا المبيعات هل هناك إقبال وجدتوا فعلا حاضر من قبل المجتمع؟ خلال صراحة أكتوبر العمران تفاجأنا حقيقة بوجود يعني بيانات حقيقية خلال 3 أيام في مشاركتنا من 7 أكتوبر، ونسبة المبيعات تجاوزت الحد المتوقع، واليوم نتكلم عن نسبة تجاوزت 70% من مبيعات المرحلة الأولى لتطوير الوحدات السكنية، وهذا يدل حقيقة على يعني على أهمية هذه المشاريع وأهمية هذه الأحياء السكنية وإقبال الناس على مثل هذه المخططات، ويدل على أيضا وجود بيئة استثمارية خصبة في المحافظة وأيضا كذلك في المحافظات الأخرى مع التوقف. إذا نفهم من كلامك أن 70% من المشروع خلاص تم بيعه من بعد ما تم تدشينه وهو بعد لازال على الورق. نعم نعم نعم، وأيضا أشير إلى أنه يعني حقيقة نسبة إنجاز المشروع تجاوزت 55%، وهذا أيضا واحدة من الأشياء اللي دفعت بحركة هذا التنمية. شكرا جزيلا.